بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل الآن إلى محاضرة في مساق الرياضيات التجارية. بداية قبل أن ننتقل إلى المحاضرة، المحاضرة طبعا والكتاب في مجمله يحتوي على حسابات وأرقام ومسائل. بداية يعني نحب أن ننوه إلى شيء معين قبل الدخول في المساق، لأن المساق يحتوي على استثمارات وفوائد وغيره، وهذه الاستثمارات والفوائد تتعلق بالفترات الزمنية لحساب الأرباح، ويجب أن نحسب هذه الفترات الزمنية من فترة الإيداع إلى فترة السحب لنحسب الفائدة. وهناك بعض الشهور يعني يوجد بها أيام 28 وشهور 29 وشهور 30 وشهور 31، ونتعرف على ما هي السنة الكبيسة والسنة البسيطة. بداية شهور السنة: يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. 31، 31، 31، 31، 31، 31، 31، 30، 30، 30، 30، 28 و29. بتيجي السنة 28 إذا كانت السنة بسيطة، و29 إذا كانت كبيسة. إذا كانت السنة تقبل، السنة تقبل القسمة على 4 بدون باقي. السنة لا تقبل القسمة على 4. الآن تعالوا نشوف، ندخل في المادة شوية. طبعاً هنا بتكون السنة 365 يوم، 366 يوم. ندخل في المصاف شوية. أودع شخص في بنك مبلغ 1000 دينار لمدة مثلا سنتين بمعدل فائدة 4% سنويا. احسب قيمة الفائدة. الفائدة بتساوي المبلغ في المدة في المعدل الفائدة في المدة، ومنها الفائدة بتساوي المبلغ كم لو دعوا 1000 في معدل الفائدة 4% في المدة. كم المدة؟ السنتين، تساوي سبرين مع سبرين، 4 × 2 = 8 في 10 = 80 دينار. لو قال لي كمان احسب الجملة، يعني كم بصير رأس مال؟ ورأس المال هي 1000 دينار اللي حطها زائد قيمة الفائدة اللي أخذتها، اللي هي ألف زائد فاء. ألف دينار زائد فاء 80 يساوي 1080 دينار. الآن لو بقول لي أودع شخص في بنك مبلغ 1000 دينار لمدة 8 شهور بمعدل 4% سنويا. الآن تعالوا نحسب. فا بتساوي ألف في عين في نون، فا بتساوي ألف كم المبلغ اللي حطه، عين 4% نون اللي هي مدة بالشهور، طبعا هنا مش بالسنين، هنا بالشهور، فبدي أقسم على 12. السنين تقسم على 1، السنين تقسيم 1، الشهور على 12، الأيام
365 أو 366. صفرين مع صفرين على ثلاثة على أربعة فيها ثلاثة على أربعة فيها واحد، عشرة في واحد وعشرة في ثمانية وثمانين على ثلاثة يساوي. الآن لو بالأيام مثلا نشوف فيما بعد بالأيام